طيب هي عندنا هلا السيميلينك فايل مفتوح. خلينا اول شيء نطلع على اول شيء حكيناه قبل شوي. انا عندي هون هاي السيميليشن تايم، شوفوا كلمه تايم بس ما في يونت، اوكي؟ هاي النقطه اللي انا بدي اكدها. كنت في تايم في 48، هلا هل هي ثانيه ولا منت ولا ساعه ولا يوم؟ ما ببينها وما في وراه يونت، اوكي؟ وما طلب منك تحط يونت، انت اللي بتفهم اليونت من التصميم تبع السيستم. بالحالة هاي هي حاطط لك هون، واللي عمل الفايل مش انا اللي عملت الفايل، اللي عمل الفايل كاتب تايم ان يونتس اوف اورز. فلما بدك تعمل يوم قديش لازم نحط هون؟ 24. بدك تعمل يومين اعمل يومين واقسم على اثنين مثلا زي بدك. خلينا نظبطها على 24 او خليها 48 عشان نشوف يومين، بعدين انت بدك ترد تعدلها وتعملها 24 لما بدك النتيجه ليوم واحد. اذا عندي هاي اول شيء نتاكد منه، ها طبعا هذا هون بعمل رن للموديل، هي بعمل رن للموديل. نعم تفضل. لو فهمت عليك الموديل اذا كان ايش تايم؟ بدك انت لما عم تبني شوي شوي، هلا رح تشوف اليونتس، واضح انه اليونتس بتفترض انه الزمن ساعه، هلا رح تشوف ليش. يعني لما باجي بقول مثلا انا مر ثلاث يونتس من الزمن، بعرف مثلا انه كيلو وات اور، اليونت رح تكون كيلو وات اور مش كيلو وات سكند. فاهم؟ واضح؟ فاهم علي؟ بصير من برمجتك للسيستم، يعني في اشياء هون كريتيكال راح تكون وهون كريتيكال راح تكون، لازم انا اكون عارف انه وحده الزمن هي ساعه. عشان انا ما راح اطلب منكم، هذا مش كورس برمجه ولا راح ادخل بالتفصيل نبرمجه، انت راح تستعمله، بس كويس انت تكون فهمان انه الزمن انت اللي بتحدده كمبرمج، مش مفروض عليك. نيجي على الشيء الثاني مثلا، نيجي نطلع على شيء زي معادله زي هون. فنيجي لو كبسنا على هاي، واضح انه هذه تحويل من شيء لشيء، بعرف اذا انتم قادرين تقرؤوا، بس هي المعادله هون، هي عماله باخذ سي بيساوي سي اللي هو الاوتبوت بيساوي 5 على 9 ضرب اف ماينس 32. هون الاوردر مهم يا معاذ، ولذلك حتى اتاكد من الاوردر، هل انا عم بضرب في اف بعدين بطرح 32 ولا هاد شو عملنا؟ حطينا البراكت، البراكت اجبرني ايش يصير؟ اجبر اف ناقص 32 بالاول بعدين بضرب فيه 5 على 9. واضحه هي النقطه؟ انها كتبنا المعادله هاي. فالمعادله هاي طبعا هذا ماسك، انت ما بتقدر تغيره، بتقدر تطلع تحت الماسك. ايش يعني ماسك؟ وات از ا ماسك؟ يعني زي كفر، قناع. قناع، انا لما بلبس ماسك، هذا اسمه ماسك. هو غطى المعادله تحته وحط لك ماسك عشان انت خلص ما تغيرها. اذا بدك تغيرها بدك تكبس انستركشن اسمه لوك اندر ذا ماسك، ما راح ادخل فيها هلا. تمام؟ واضح فاهمين علي؟ بس هو حط لك المعادله هي، المعادله مبينه هون، سي بتساوي 5 على 9 في اف ناقص 32. فبياخذ اف اللي داخله، سي اللي هي الاوتبوت، اف اللي داخل، اف ناقص 32 ضرب 5 على 9. اوكي؟ فهي هون مبينه المعادله تبعتنا اللي عم بتحول هون من اف لسي. فهو خلص طبيعه الموديل هذا لانه امريكان سيستم عماله بياخذ هاي هون 70، ف 70 راح تكون تقريبا 22 درجة مئوية تقريبا، هذا اللي احنا بدنا غرفة المنزل هذا حرارته تكون على 22 درجة مئوية. طرحنا منه هي الخط اللي راجع، هي شايفينه هون؟ الخط اللي راجع هذا 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 هون، الخط يعني هو رفيع بس هيو مبين هون، هي هيك. فطرحنا من الديزايرد الاكتشوال، الرقم الفعلي اللي هي المنزل، درجة حرارة المنزل، هي درجة حرارة المنزل، وهي على فكرة سلسيوس. ولذلك هاي سلسيوس لما تطلع للمنزل برد بحولها بالعكس، مش هيك؟ هاي شوفوا شو حولناها. أخذنا سي اللي هي الإنبوت ضربناها في 9 على 5 وجمعناها 32 أعطتني اف اللي هي الأوتبوت، فعكس المعادلة، هاي الفانكشن هي الإنفرس تبعت الفانكشن هاي. هلا نيجي نطلع هون، هي عندي ال 50، هذا كونستنت، هذا انا بحطه بايدي، ما بيجي من فايل او شيء، بيجيش من ماتلاب فايل. ال 50 احنا بنحطه مانيولي، بحط هون ايش درجه الحراره اللي بدي اياها. وفي الاساينمنت راح تعملوا انفستيجيشن للاثر تبع درجه الحراره، تتذكروا اللي قلنا اللي بيرفع درجه الحراره بدفع مكلفه هاي، مزبوط؟ لو انا بديش درجه حراره البيت 50 بدي اياها تكون 70 فارنهايت، هذه راح تكون مكلفه، راح يطلع معي التكلفه اعلى. انت بدك تصير توازن، تقول شو درجه الحراره اللي انا بقدر يعني بكون مرتاح فيها في البيت وبديش ادفع فاتوره عاليه جدا، فراح تعمل انفستيجيشن ل 50 مثلا،
55 60 اسف هاي السيت بوينت هاي الاوت دور عفوا اسف فهاي السيت بوينت الاوت دور بدك تجيبها انت اللي احنا حكينا بدها تكون الافريج تبعت اعلى رقم فلما تروح انت وتاخذ الجداول الجداول تبعت درجه الحراره الخارجيه مثلا بيجي بقول لك عمان مثلا في شهر جون بشكل عام مثلا الافريج فرضا 35 مثلا 18 طبعا هذا سلسيوس 35 و18 تاخذ الافرج تبعهم هو الرقم اللي بتحطوه عشان اخذ بعين الاعتبار التغيرات اليوميه ضفنا هذه عليها فهون راح يطلع معي درجه حراره متغيره وهلا بنشوفها درجه الحراره الخارجيه عشان اخذ بعين الاعتبار انه انا طول النهار درجه الحراره مش طول النهار 35 ولا طول النهار 18 مش هيك والتكلفة التدفئة بتزيد بالليل لكن ممكن تطفي هاي الدفاية هاي ممكن تطفي 6 ساعات 7 ساعات خلال النهار هاي ليوم محدد ولا أفرج لطول احنا أخذنا لجون أخذنا أفرج لجون أظن إنك لما تدخل ما راح تقدر تقول له أعطيني إياها 20 جون راح يقول لك جون من أفرج بعمان مثلا من خلال الإحصائيات خلال العشر سنين الماضية كان 35 طبقة شوفوا هلا حد يطلعها شوف أفرج تمبرتشر في جون مثلا من عمان طلعها بتطلع معك الرقم هذا الرقم هو الرقم تبع اللي هذا بتروح على ديسمبر بتعمل نفس الشيء في ديسمبر بتعمل نفس الشيء في مارش في اذار بتعمل نفس الشيء في ايلول شهر 9 بتجيب الارقام هذول بتاخذ الافرج تبعهم بنحطه هون طبعا بالفارنهايت بدك تحول قديش جون 30 اب اذا ابرد بما انا توقعت والدنيا 17 ممتاز اذا هي هذول 30 و 17 47 47 على 2 23.5 مش هيك 23.5 بدي اخذها احطها هون بس ايش لازم احولها بما احطها هون فارنهايت اجمع لي اضرب لي بالله ب 9 على 5 يا محمود 23.5 في 9 على 5 هاي مهاره مهمه مهاره البحث 42.4 خلينا نقول 43 اوكي هاي 43 فارنهايت اللي بحطها هون في عندي variation بتصير طب قديش هاي variation اللي هو حاططها هون كيف بدي أعرف شو بنعمل ناقص variation هلا هي variation حسب هدول الأرقام صحيح 6.5 بس خليني أشوف هو قديش حاطط هلا إذا بدكم تحطوها حطوها إحنا ما كنا نحطها في السنوات السابقة هاي هذه عبارة عن sine wave أخذ sine wave أخذ sine wave اجتهادا هلا اذا بدك انت تعمل قديش لازم تكون الفاريشن يا حسام 6.5 فبترجع انت بتغير هذه هون وبتعمل الامبليتود تبعها 6.5 بدل 15 6.5 فارنهايت ولا سلسيوس لا سلسيوس بدك تحوله لفارنهايت اوكي واضحه هاي النقطه هذه عباره نعم الفاريشن وين جبناه بالمين مين هلا شوف شوف احنا شو عملنا قبل ما افتح هذا البلوك خلينا نسكر هذا البلوك اوكي هلا انا اذا بدي اعمل الطريقه الصحيحه اللي احنا عم نعملها هلا شو لازم اعمل لازم اجيب 30 17 زي ما عملنا 30 17 سلسيوس اللي اعطانا اياها محمود لجون هاي انا عارف انها جون وما كان معطيك ايام مزبوط قال لك جون خلص بس اعطاك جون مش معقول يجي يقول لك هو بيعرف انه 21 رح يكون اعلى من يوم 21 جون مختلف اعطاك افرج لجون هيك كل الاحصاء اجينا قلنا يا حنبلي بناخذ هدول نطلع الافرج تبعه طلع معي الافرج 23 لكن هذا راح يتغير خلال النهار مزبوط هلا التغير مش شرط يكون ساينوسويد بس احنا اخذنا انه ساينوسويد ابسط شيء فاحنا عم نقول انه هذه راح تتغير بالشكل التالي خلال قديش راح تتغير سايكل كامل يوم 24 ساعه فهذه راح تكون هون 24 ساعه هلا انه بالليل وبالصبح تمام فاعلى قيمه قديش لازم تكون عندي 6.5 سلسيوس اللي هي 30 يعني 30 لما تحولها لفارنهايت مثلا يعني او خلينا احطها سلسيوس هاي هذول 30 سلسيوس اقل قيمه قديش راح تكون 17 الافرج تبعهم قديش طلع 23.5 مش هيك قديش هذا البيك من 23.5 ل 30 مش هيك 6.5 بس لازم احولها لفارنهايت مش هيك عشان تكون هذا التغير اللي هون اللي بده يجي من هون هذا بده يكون 6.5 قديش 6.5 سلسيوس لما تحولها لفارنهايت تأثير
43 فاصلة 7 لا هذا التحويل هون لا 6 ونص انا بس بدي 6 ونص السلسلس هاي 43 غلط هاي المفروض تكون 3 وين 43 هاي مش صحيحة قديش لازم تكون 74 فاصلة شيء 74 فاصلة 3 فارنهايت هيك مزبوطة مزبوطة تمام 73 73 خلص خلينا نقول 73 ماشي 73 فارنهايت هلا قديش الفاريشن راح تكون 6.5 سلسيوس الارتفاع 6.5 والانخفاض 6.5 قديش 6.5 سلسيوس بالفارنهايت 43.6 لا لا بدي 6.5 نفسها 6.5 كم يعني بهاي الحاله ما بنزيد 32 فيش زياده 32 صح انا لازم نبهتكم صح 32 بزيدها بس اذا بدي ابسولوت انا بدي دلتا تي هون مزبوط مزبوط كلامك صح الستة ونص بس بضربها في 9.5 تقريبا يعني في 2 تقريبا شو اذا بحسب تغير في درجه الحراره ببطل اضيف 32 على 32 قد ايه 11.7 اذا هون بكون عندي 11.7 هون عندي ناقص 11.7 اذا بدك تخليها زي ما هي هون ما في مشكله خليها 15 اذا بدك هي 15 تمام واضحة النقطة احنا ايش عم نعمل؟ عم ناخذ الافرج تمبريتشر بعدين عم بعمل تغير موجب وتغير سالب، فصارت درجة الحرارة في النهار بتزيد عن هذا الافرج اللي هو 23.5 وفي الليل بتنزل عن هذا الافرج 23.5 تمام؟ واضحة هاي الفكرة؟ فكرة انه انا بدي امثل التغير في درجة الحرارة، غلط اني احط هاي كونستنت وما اضيفش هاي، إذا ما ضفت هاي معناها كأنه درجة الحرارة بالليل والنهار نفسها ويمكن تضلها طافية الدفاية عندي. بس هذا غلط مش هيك؟ لاني ما اخذت بعين الاعتبار انه بالليل برد وبالنهار حامي تمام واضحه هاي النقطه الكل فاهم هاي النقطه ايش النقطه اشرحوا لي اياها شناوي واضحه اشرح لي اياها بكلماتك مش لا تامر لا محمود سعيد ناخذ الافرج اليوم هاي اللون تمام بعدين ناخذ الافرج تبعهم تمام بكون بده فأنا بدي أمثل التغير الزيادة اللي بتصير خلال النهار والنقص اللي بتصير خلال الليل وهذا أصح أعمله من إني أخذ الأفرج لو خليت الأفرج طول النهار ممكن يطلع عندي رقم خطأ لأنه بفكر إنه هو درجة الحرارة بالنهار وليل 23.5 كما تشتغل الهيتر بس هذا مش صحيح أنا بالنهار بتطلع درجة الحرارة عمالها ل 30 وبالليل بتنزل ل 17 مش بديها تشتغل بالليل لأنها برد الدنيا واضح فغلط إني أحط رقم كونستانت وأتركه لازم أحط الفاريشن هلا الفيريشن اللي موجودة الآن هي 15 فارنهايت مش 11.5 زي ما حطينا هنا هلا دكتور أنت حكيت الانفستيجيشن هاي تاعت الكوست بدي فيها حسابات ولا هلا رح نشوفها هلا رح نجيها هلا رح نجيها طبعا هذه هون لاحظوا هاي بتتغير الساين ويف بتتغير كل 24 ساعة هاي السايكل الكاملة تبعتها 24 ساعة من هون اجت فهاي الساين ويف رح تكمل سايكل كاملة خلال 24 ساعة تمام هاي هون مين اللي سألني عن الزمن كيف بعرف انه الزمن تمام مين اللي سألني انه الزمن كيف بعرف انه انت ال 24 ساعة هون هي وحدة الزمن فهون انا عمالي بقول الساين ويف راح تعمل سايكل كامل خلال 24 هي ساعة والامبليتيود تبعها 15 هلا اخذنا هاي من هون دخلناها هذه اف تو سي هذه خلينا نطلع على الثيرموستات هاي عندي هون الايرور شو بتتوقعوا هذا البلوك هذا هو الهيستريسيس هذا الهيستريسيس اللي بيعطيني هاي ولو اون اوف حسب الهاي وبداخله بقدر اعرف قديش الهيستريسيس اللي موجود كم درجه الهيستريسيس خمسة هو عاملها هون زي خمسة على تسعة switch on point و switch off point يعني اعتبرها كأنها في فرق خمس درجات زائد خمس درجات ناقص خمس درجات فارنهايت ضاربهم حولهم لسلسيوس الضرب بخمسة على تسعة تحويل لسلسيوس هلا حتى أرجع من السب سيستم نكبس هذا السهم رجعنا على البلوك الرئيسي الهيتر هاي الهيتر من هون الهيت جين هلا هون في بارامترز مش ما فيش لها قيمة طلعوا على هاي البارامتر البارامتر هذا m dot dot c كيف بدي اعرف قديش قيمته هذا البارامتر
من وين قيمته راح تيجي الرقم تبعه؟ حسب التمبرتشر اللي داخل عليه. لا هلا هو هون بده رقم، بده رقم يحطه في هذا البلوك يضرب فيه. حسب الام فايل. حسب الام فايل احسنت. الام فايل اللي بكون انا حاطه في الام فايل راح ياخذ هذا الرقم من هناك، هذا فيريبل. اذا مش حاطط في الام فايل راح يطلع خطا، راح يقول لي انا مش عارف قديش قيمه ام دوت ضرب سي. بدك تقول لي قديش قيمه سي وقديش قيمه ام دوت. هون عباره عن هذا الثيرموستات اون اوف، وهون قديش قيمه الهيتر، والهيتر الاير تمبرتشر الداخليه، وهي درجه حراره الغرفه اعطاني هيت فلو. هاي هون بتمثل الهيتر نفسها، هذا البلوك بيمثل الهيتر، هذا البلوك بيمثل المنزل. المنزل طبعا هون معقد شوي هون، بس في هون الماس تبعت الهواء، ام هي الماس تبعت الهواء. كيف بجيب الماس تبعت الهواء؟ ممتاز. اذا انا بقول الماس وراح احط تحتها سبسكريبت اير حتى اطلع الماس لشيء، ايش بدي؟ الفوليوم. الفوليوم ممتاز. اذا انا بدي انا هون الفوليوم تبع الاير مضروب فيه الدنسيتي. الدنسيتي مضبوط هيك، الدنسيتي تبعت احنا اذا متذكرين بحالتنا الفوليوم كان ال في دبليو في اتش زائد البريزم هذا اللي فوق، تمام؟ اللي هو كان اظن بي في ال، هاي الفوليوم تبع الاير. ولاحظوا هاي قد ايش وحدته لازم تطلع فوليوم؟ متر مكعب. في الدنسيتي تبعت الاير، قد ايش الدنسيتي تبعت الاير؟ 1.225 ممتاز. ايش وحدتها؟ كيلوغرام بير متر. ممتاز اشكر. كيو. شو اللي راح يشطب مع ايش؟ متر. ايش راح يطلع معي؟ تمام؟ اوكي. فانا هون صار عندي الماس تبعت الهواء. سي هي خصيصا خصائص الهواء، قديش لكل كيلوغرام من الهواء كم جول بدي حتى ارفع درجه حراره درجه مئويه واحده. هذا بنسميها سبيسيفيك هيت كاباسيتي. ما اخذتوها مرات عليكم شيء في اي ماده في الهيت؟ اللي اخذت هيت ثيرمودينامكس. مين اخذ ثيرمودينامكس؟ لا